لإثراء النقاش حول ملف التعديل الدستوري يتواجد معنا عبر الهاتف مباشرة الأمين العام لحزب التحرير الوطني السيد عمار سعداني. بداية أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة النهار. أهلا بكم. نعم بداية سيد عمار سعداني، بوتفليقة يودع سنة 2015 بوضع آخر الرتوشات حول مسار تعديل الدستور، هي نقطة بالغة الأهمية وردت في بيان رئاسة الجمهورية مفادها أن تمرير التعديل الدستوري سيمرر عبر البرلمان بغرفتيه، هل هذا معناه أن الدستور لن يعرف تغييرات جوهرية؟ الدستور قبل كل شيء، أولا أهنئ رئيس الجمهورية على هذه الخطوات التي وهذه الإنجازات التي يحققها للشعب الجزائري في عودته الرابعة، ومن أهمها وضع دستور جديد يؤسس لدولة مدنية تحترم الحريات وتعطي الحقوق، وكذلك هذه الدولة التي ينشدها الجميع. الدستور الجديد ليس كما قلت مش موجود فيه تغييرات جذرية، لا، بل هو دستور توافقي فيه توازن بين السلطات. الدستور هذا سيعطي صلاحيات، يجعل من البرلمان تشريعي يشرع ويقرر، وكذلك يعطي صلاحيات أخرى للجهاز التنفيذي حيث تكون مسؤولة أمام البرلمان، وكذلك سيعطي للمؤسسات الأخرى دورها مثل العدالة والمؤسسات مؤسسات الدولة. الدستور الجديد في رأيي أن هدية تعطى من طرف مجاهد لشعب يحبه ويعطيه ما وعد به. الدستور الجديد فيه أشياء جديدة وفيه أشياء للأسف للمعارضة لم تطلب أكثر مما طلبته هي. طيب سيدي الفاضل، بخصوص هذه النقطة، كيف يمكن أن نتحدث عن دستور توافقي وكل الأحزاب المعارضة تقريبا عارضت هذا الدستور؟ المعارضة لم تعارض على الدستور، المعارضة تعارض بدون أن تقدم بدائل. ما هو البديل عن دستور جديد؟ هل من حق المعارضة أن ترفض تعديل دستور من صلاحيات رئيس الجمهورية؟ إذا كان نحتاج، لماذا نضع هذه الدساتير؟ إذا الدستور يجعل من حق رئيس الجمهورية وحده تقديم تعديل الدستور، وبالتالي أن رئيس الجمهورية الآن يريد أن يعدل الدستور سيقيم، كان دستور رئاسي، كانت الرئاسة متمركزة بها كل القرارات، الآن يريد رئيس الجمهورية أن يجعل من البرلمان، يعطي البرلمان صلاحيات كانت عند الرئاسة، يعطي الحكومة صلاحيات كانت عند الرئاسة، ويعطي العدالة أيضا والمؤسسات الأخرى صلاحيات، ويفصل ما بين السلطات. منذ التسعينات ونحن نعيش فوضى المؤسسات والتداخل بين المؤسسات. اليوم هذا الدستور يريد أن يؤسس بالفصل بين المؤسسات، فعلينا نحن الطبقة السياسية نعم كنا موالاة أو معارضة أن نشارك في تغيير هذا الدستور. معارضة إذا كانت لديها نعم عليها أن تقدمها وتبررها أمام الشعب الرأي العام. رئيس الجمهورية اليوم زاد أعطى فرصة أخيرة للمعارضة كي تعرف ما بالدستور من تغييرات، ولذلك هذه الفرصة الأخيرة في رأيي أن على المعارضة أن تستغلها وأن تستجيب لطلبات رئيس الجمهورية الذي يعطيه الدستور الحق في أن يتقدم. نعم سيد، نعم سيد عمار سعدان، يعني ساعات قبل انتخابات تجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، ما هي حظوظ مرشحكم وهل من تحالفات سيادة الأمين العام الأفلان؟ أفلان ليست عنده تحالفات، أفلان كل المعارضة متحالفة ضد الأفلان، لكن نحن نثق في اختياراتنا في المناضلين، نثق في ثقة
المنتخبين في جبهة التحرير الوطني، ونثق في أن حزبنا دائما له الأغلبية. لذلك نحن نعتمد على مناضلينا وعلى محبي جبهة التحرير الوطني من الأحزاب الأخرى ومن التيارات الأخرى، ولذلك فنحن متفائلون لأن هذا الانتخابات هي انتخابات أولا بحكم إجراءها تكون شفافية، حيث أن كل المترشحين يكونون أمام بعضهم ويكونون في الولاية ويصوتون ثم يعدون أوراق التصويت أمام الجميع. لذلك حكاية الجبهة زورت هذه حكاية مش رايحة تكون، وبالتالي باللي الجبهة متأكدة من فوزها كونها جبهة الشعب، جبهة تدافع عن المبادئ، جبهة أيضا تقدم البدائل وتقدم الاقتراحات. نعم. سيادة الأمين العام للأفلان عمار سعداني، شكرا جزيلا لكم.